اشترك وخد بطاطس على الاقل تستفيد تاكل هم المم منها تحس انك في عيد نغماتي موسيقيه جدا فيديوهات تجيب ادمان ايبي جيمنج ماركه دولي بكره نفتح شركه كمان وازيكم يا ابطال عاملين وحشين جدا 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 قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وفيديو النهارده يا ابطال ايه بلال من اولها هلا والله حبيب قلبي والله فيديو النهارده يا ابطال ايوه يعتبر النهارده في ماب البيوت وفي سر جديد يا ابطال وبصراحه حاجه غريبه قوي كان لازم اعمل على الموضوع ده فيديو لان انا اتاخرت جدا ان انا اعمل على الموضوع ده فيديو ولكن فيديو النهارده يا ابطال هيكون عن حاجة الصندوق ده يا أبطال فيه حاجات كتير قوي ومن ضمن الحاجات دي يا أبطال يعتبر حاجة زي التابوت وناس كتير قوي بتقول لو حطيناها في مكان معين أو التابوت ده اتحط في مكان سري معين ايوه يا ابطال هنقدر ان احنا ندوس عليه وهيطلع لنا هيطلع لنا جوه حاجات وحاجات كتير قوي مش عارف بصح الكلام ده صح ولا ايه ولكن قبل ما نبدا مقطع النهارده نزل هنحط لايك للمقطع واشتركوا في القناه عايزين نوصل 150 الف مشترك ويلا بينا يا ابطال تمام خلينا دلوقتي مثلا يا ابطال هنروح اول مكان سري يا ابطال ونجرب فيه تمام اول مكان سري على ما اعتقد اللي هو فين يا ابطال او ماي جاد من دي ما علينا خلينا يا ابطال اول مكان سري ورا البنك واللبس والمكان ده واحد بيقول لي انت بتصور ايوه بصور حبايبي يا ابطال والله العظيم حبايبي اقسم بالله خلينا بقى النهارده يا ابطال نركز عشان معانا مهمه صعبه شويه ده اول مكان سري يا ابطال خلونا نعمل كده وننزل هو ده الكلام مفيش اي حد غيرنا يا ابطال موجود في المكان خلونا دلوقتي يا ابطال نجيب ده ونقوم حاطينه هنا بالظبط يا ابطال كده بقى ورانا المفروض يا ابطال اللي الصندوق ده او التابوت ده بيتفتح نقدر يا ابطال ندوس عليه ثانية كده هنا بقى برضك ولا هنا ولا كمان هنا او ماي جاد مش بيدوس خالص موضوع غريب قوي يا ابطال ناس كتير قوي قالت لي بلال يعني الصندوق ده بجد لو اتحط في مكان معين هتقدر تدوس يعني هتقدر تدوس عليه عادي ولكن انا يا ابطال عايز اعرف ايه اللي جوه الصندوق ده خلينا دلوقتي بسرعه يا ابطال نجيب السرير ونعمل كده ايوه حلو قوي كده احنا دخلنا جوه ايوه الصندوق بسم الله او ماي جاد واضح اللي هو فعلا تابوت ولكن مش جواه زومبي ولا جواه اي حاجه من الناس اللي بتقول عليها مش عارف والله يا ابطال يمكن لو اتحط في مكان تاني يبقى فيه موضوع تاني مثلا ممكن زي ما هم قالوا برضك يا ابطال خلونا ننتقل يا ابطال على المكان السري التاني تمام خلونا نعمل كده ايوان هوبا اديله نطه يلا يا ابطال ليتس جو يلا بينا تمام خلونا دلوقتي يا ابطال نروح المكان السري المعروف جدا 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 وهو فوق المستشفى بالظبط يا ابطال خلينا دلوقتي يا ابطال نروح السيرفر اصلا يا ابطال في اجانب وفي عرب وبصوا يعني هو الاجانب موجودين ولكن العرب دخلوا موجودين يعني بسبب اللي انا دخلته فتح الجوين ايوه هو ده ابطال المكان خلونا دلوقتي نعمل كده حطه يا سلام ليتس جو نفسك ايوه ازاي بقى يا ابطال بصوا هنا واو فتح في المكان السري ده وات ديم قلت لكم يا ابطال لا وربي رعب ثانية يا ابطال قلت لكم معنى كده لو احنا فتحنا الصندوق ده او حطينا الصندوق ده في مكان سري تاني يعني ممكن يبقى في حاجة ارعب من دي او ماي جاد يا ابطال ثانية عشان المفروض يا ابطال ان هنا في يعني هيكل عظمي اصلا يعني الهيكل العظمي ده يا ابطال احنا بنقدر نحطه هنا اصلا يا ابطال بصوا ثانية الهيكل العظمي ده احنا نقدر اصلا نحطه هنا كده او ماي جاد ثانية او ماي جاد والله يا ابطال غريب قوي الهيكل العظمي ده ثانية يا نهار ابيض نفسه هو بالظبط يا ابطال خلونا نعمل مقارنه ما بينهم والله يا ابطال هو ثانيه بصوا يا ابطال خلونا نركز فيهم هما الاثنين هو ايه ده؟ ايه الهيكل العظمي اللي اتحط هناك ده؟ والله اقسم بالله مكان رعب يا لهوي يا نهار ابيض بس الكل مش مصدقوا ايه ده؟ ده جه هنا ازاي؟ انا لازم اخفي الحاجات دي يا ابطال قبل ما حد يجي ويشوفني اللي انا عملت المصيبه دي اقسم بالله بقول لكم انا مش عارف اخفيها ازاي بس انا هجري تمام يا ابطال خلوها كده يا ابطال نروح طيب ايه المكان يا بلال اللي بعديه ممكن يا ابطال نروح مكان تاني اكيد انتوا عارفين المكان يا ابطال اللي كان فيه اساس الاسرار كلها واللي كنا اصلا يا ابطال بنعمل من خلاله او ماي جاد زومبي تاني والنبي يا جدعان بقى وهياكل عظميه مش عايز اشوفها تاني في باب البيوت قالوا لنا بسرعه كده يا نهار ابيض كفايه اللي انا بعمله محدش اصلا يا ابطال شايف انا بعمل ايه خلاص يا ابطال ايوه وهو ده المكان بالظبط المكان ده يا ابطال بردك خلونا نحط فيه تمام نعمل كده وماي جاد بيقول لي ما ينفعش خلونا كده نعمل كده ماشي يا نهار ابيض يا ابطال اتحط بنفس الطريقه ودنجل وات دنجل والله يا دنجل كيف حالك حبيبي قلبي هلا يا دنجل كيف حالك والله حبيبي اهلا دنجل عامل ايه
انا بس بعمل والله هنا حاجه، بس انا مفيش حاجه والله، انا مش عارف ايه اللي جاب دونجل هنا يعني، بس ماشي تمام. ولكن انا عايز اخفي الكلام ده ثانيه، هنا ابطال نقدر مثلا ندخل على اي حاجه، ندوس مثلا، ممكن ندخل في بوابه، ممكن نعمل حاجه. الموضوع ابطال بصراحه غريب قوي، خلونا كده. اكيد ابطال نقدر هنا ندوس على حق وقت اختفى انا كده. او ماي جاد، طب ثانيه ابطال، لو انا لو مثلا اقدر ادوس على حاجه هنا، ما اعرفش يعني بدوس هنا ابطال اهو، مفيش اي حاجه ابطال، واضح اللي هو ده بس ابطال يعني. بجد يا ابطال مش مصدق، والله العظيم مش مصدق. يا نهار ابيض يا دونجل، ينفع كده؟ ايه اللي انا شفته ده يا عم؟ انت صاير انت كده ليه كمان؟ ايوه صح، ما انا عارف دونجل قصير، ولكن صراحه يا ابطال إيه؟ وصلوا الفيديو ده. او ماي جاد، عرف عرف يا ابطال انا وصل الفيديو ل 100 كام؟ 100,000 ولا 100 لايك؟ 100,000. او ليتس جو، طلع حط على اللايك للمقطع ده، وصلوا 100,000 لايك. يعني هو دونجل بيقول لكم انا ماليش دعوه بقى. والله بجد يا ابطال بصراحه لحد دلوقتي مش مصدق اللي انا بشوفه ده، ايه الموضوع الغريب ده؟ ولكن يا ابطال بفكر اروح مكان تاني وافتح الصندوق. تمام، خلونا يا ابطال كده نعمل كام حاجه ونفتح الصندوق في الفندق المسكون، على ما اعتقد ان ممكن يطلع ابطال يعني حاجه مرعبه اكتر. مع ان يا ابطال تقريبا احنا لازم نعمل الفندق المسكون والدنيا تكون بالليل، ما اعرفش بصراحه ولازم نعمل كده ولا ايه، ولكن خلونا ابطال نعمل الخطوات بتاعه الفندق المسكون. تمام، اول حاجه ابطال لو تفتكروا اللي احنا كنا بنطلع فوق هنا، يا نهار ابيض لا لسه موجود، لا هو المفروض هو اتشال. تمام انا شلته، خلوه دلوقتي يا ابطال كده نعمل كده. حلو قوي يا ابطال الكلام ده، فين فين بالظبط؟ ندوس هنا، حلو جدا يا ابطال. وبعديها يا ابطال هنروح عند المكتبه عشان ناخد الكتاب. ليتس جو يا ابطال، والله يا ابطال الموضوع كبير جدا جدا جدا، وانا ما كنتش متخيل ان انا بجد يعني الكلام ده هيحصل، انا اول مره اشوفه فعلا. خلوه دلوقتي يا ابطال نطلع كده واحده واحده. يا سلام، او ماي جاد، والصوت عمل. ويلا بينا يا ابطال نروح عند البيت اللي هناك ده، ومتحمس جدا جدا يا ابطال احط الصندوق لان دي اخر حاجه هنعملها. تمام، خلونا يا ابطال نشتري بيت رقم 5. او ماي جاد على الرعب، يا نهار ابيض، خلونا نشيل كل حاجه. تمام، وجاهزين يا ابطال، 1 2 3. وات، او ماي جاد، نفسه هو. بس ثانيه، ايه ده؟ الازازه دي معاها ولا ايه ده؟ او ماي جاد، الازازه دي جت معاها ولا ايه؟ خلينا ابطال ندوس على الحاجات دي. ايوه الكتاب، وبعديها او ماي جاد، مين ده؟ او ماي جاد يا عم، ثانيه عشان بعمل بس خدها. ايوه ايوان، حلو قوي. بليز حبيبي يا عم ضيفني، حاضر والله اضيف. ايه ده؟ ده لابس ايه ده؟ لبس ايه ده؟ دونجل، او ماي جاد، كلكم بقيتوا دناجل ولا ايه؟ ثانيه بس يا عم شوف الاسرار دي، عشان او ماي جاد اختفت. ثانيه يا ابطال انهم حاطينه هنا، او ماي جاد، ايه ده؟ هو في ايه؟ هو ليه في حاجه اتشبكت فيه؟ ولكن بص بصراحه ابطال شكله يخوف قوي. يا عم انت بعد اذنك، بعد اذنك، احنا الابطال حبيبي والله. بس ثانيه ابطال نقفل النور، يمكن يحصل حاجه. او ماي جاد، خلونا نقفل كل حاجه. بقول لك ايه، انت هتترعب دلوقتي، وهقفل كمان الباب علينا. ليتس جو، احنا انا قفلت الباب، بس واضح اللي قاعد يقول لي ضيفني ضيفني. بس عايز اقول لكم ابطال شكله بجد يا ابطال مخيف للدرجه بجد لا نهائيه، مش عارف اقول لكم ايه. خلونا ابطال نقفل بردك نور الحمام، انا عايز ابطال اعمل اجواء مرعبه جدا 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 عشان نكتشف ابطال حقيقه الصندوق ده اللي هو ابطال اتضاف مؤخرا في الحاجه دي. ما اعرفش ابطال هل بردك في هنا حاجات سريه ممكن مثلا نجربها، وبجد يا ابطال تبقى حاجه مخيفه. عايز اقول لكم مش عارف بصراحه يا ابطال، ولكن اكتبوا لي يا ابطال تحت في الكومنتات الموضوع ده بجد يا ابطال في حاجات كتيره جدا بعيط. يا عم والله انا اسف والله بجد يا جدعان، الناس اللي كل شويه بتدخل معايا في ماب البيوت وبتيجي تقول لي يا بلال ضيفني، نفسي اضيفكم كلكم والله، ولكن لعبه روبلوكس حتى ليميتد يا ابطال 200 صديق بس اللي انا اوافق عليهم، وانا المفروض معدي ال 200 صديق يعني معدي ايه ده؟ المفروض هم 200 صديق ومش عارف اعمل اي حاجه ثاني. فاسف جدا لكم يا ابطال والله، ولكن يعني يا عم نقعد مع بعضينا وخليك كمان تنهي الفيديو معايا. يعتبر كده يا ابطال مقطع النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم مقطع النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه. ايه ده مش هو ليه؟ ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، ما حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهركم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده يا بي جيمنج اكسوي، سلام.